بيوم وزارة الثقافة أردنا أن نغطي المشهد الثقافي برمته من أفلام سينمائية ومسرحية وعروض للأطفال وموسيقى كلاسيكية وموسيقى عربية ومعرض آثار ومعرض للكتاب ومعرض للمخطوطات. أردنا أن نحتفل على مدى 7 أيام بثقافة سوريا، هذه البلد، هذا البلد العريق الذي حقيقة أنت اليوم عندما تتابعين فعاليات يوم الثقافة تدركين لماذا تعرضت سوريا لهذه الهجمة الشرسة. باختصار، تعرضت لما تعرضت له لأنها أمة عريقة، أمة تتجذر وتتكدس فوق آلاف من سنوات الحضارة. عندما سقطت بغداد أول مسألة أريد نهبها هو المتحف في العراق، نفس الأمر حاولوا في مصر. اليوم سوريا بهذه الكنوز الخبيئة أستطيع القول أنها كانت مستهدفة أن تمحى ذاكرة، أن يمحى تاريخ، وهذا ما لم يحصل بفضل حقيقة إرادة هذا الشعب، بفضل الثقافة التي نستند لها في عملنا اليومي. وخلال احتفالية وزارة الثقافة بعيدها أو بيوم إنشائها أسهمنا كهيئة عامة للكتاب بإقامة معرضين، الأول مشكورين يعني أنتم أيضا قمتم بتغطيته بشكل جيد البارحة في دار الأسد، دار الأوبرا الجميلة، كان معرض ضخم. الآن لدينا معرض آخر هو أوسع منه، لدينا حوالي 1200 عنوان في هذا المعرض بمعدل 7000 نسخة للبيع. طبعا لدينا أيضا في صناديق خاصة من بلور مجموعة من كتبنا التي يعني طبعت في أزمان مبكرة منذ تأسيس وزارة الثقافة، ولكنها ليست الآن يعني في الأسواق أو للبيع. تم استعراضها يعني مشكورا السيد وزير الثقافة بصحبة وزير التربية، قام بافتتاح هذا المعرض وتابعنا جميعا هذه المخطوطات. والحقيقة سنعيد إن شاء الله طباعة كثير من العناوين المهمة التي أثرت فيما مضى بشكل كبير في الثقافة المحلية والعربية.